ايوه، اللي هياكل الاول هو اللي هيكسب وهيروح معايا الملاهي. ايه في ايه؟ زورت؟ طب ايه طيب؟ ايه الحديدة دي؟ ثواني اروح اجيب لك منديل، ثواني. ايه ده؟ ده خاتم ياض. هو انت جايب له خاتم في المحشي بتاعه ومش جايب لي انا؟ يا عم انا احط خواتم ليه في الخاتم في المحشي بتاعه؟ انت عبيط، ده ممكن لو كان كله كان مات. ده اكيد المطعم اللي انا اشتريت منه هو اللي حط الخاتم، او حد من العمال نسي الخاتم. طب ما تجيبوا لنا البسوه انا. لا يا عم انا هديه لاخوك، هو طلع في حظ يعني في اكل اخوك، فانا هديه لاخوك. هات ايدك يا رب يطلع مقاسك. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه في ايه؟ انا فتحت. نعم؟ فتحت. فتح ازاي؟ ايه ده عبده بقى بيشوف؟ متاكد؟ اه والله. دول كام؟ خمسة. خمسة؟ طب ودول كام؟ اتنين. طب واحد زي واحد يساوي كام؟ اتنين. ده فتح فعلا؟ ده. يا ابن اللعيبة، انت فتحت بسبب الخاتم ده؟ ايوه. طب اقلعه كده. ايه في ايه؟ انا مش لبست الخاتم ما معلش. طب اهدى اهدى اهدى، الظاهر كده لما بيلبس الخاتم بيشوف، بيرجع يشوف، ولما بيقلعه ما بيشوفش. طب لبسوله ايوه كده. طب تعالى، اوعى يا مصطفى وانت يا عبده اوعى تقول حد على السر ده. ماشي. ماشي حبيبي. ماشي. خلاص. يلا يلا هتقوم معانا. ها اكشن. ايه ده؟ ده خاتم ياض. انت جايب له خاتم في المحشي بتاعه ومش جايب لي انا؟ يا عم مش انا اللي حاطط الخواتم يا سيدي. امال مين؟ ستوب. اروح فين يا رب واجي منين؟ حرام عليك يا كان، في حد يرمي شنطه فلوس يا بنتي؟ اعمل فيك ايه؟ انت لسه صغيره، استغفر الله العظيم يا رب. هروح فين؟ كنا واقفين هنا. ايوه يا في حاجه ضايعه منك؟ شنطه جهاز بنتي فيها يا عبد ابويا ما رضيش يديني 1000 جنيه، هعمل ايه دلوقتي؟ ما رضيش يديك ال 1000 جنيه امين. اه يا رجلي دي كده وجعاك، لكن المره الجايه هقطعها لك. يا عبد امال اجيب ال 1000 جنيه ازاي يا عبد؟ يعني اسرق ولا بيع فش ولا بيع منبار؟ ماليش فيه. طب انا هعمل ايه؟ طب ما وريش حاجه غير اللي اسرق. تسرق؟ اعمل اللي انت عايز تعمله، بس انا اهم حاجه عندي تجيلي ال 1000 جنيه. ماشي يا عبد، انا هتصرف انا هتصرف. يلا اتكل على الله يا اخويا.